السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير. كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. يقولك في واحد متزوج وعنده ولد عمره 20 سنة وعنده بنات 3، وهو يشتغل في النجارة وعنده الصنعة هذه من زمان، ويحاول في الولد: تعلم، علمك الصنعة هذه تنفع نفسك وتعاونني بالشغل. ما هي فايدة، وحاول يعلمه بس ما هي فايدة معه. يقول لي جاء يوم من الأيام جلس معه ولده اسمه فهد، قال له: يا ولدي ليش ما تتعلم الصنعة هذه، تصير عندك صنعة تنفعني وتنفع نفسك. قال: يا أبوي أنا ما أحب النجارة. وطيب اشتغل شيء ثاني، ما فلح في شيء. قال له أبوه، قال له: يا ولدي يا ليتك، أنا عندي بنات 3، يا ليتك أنت الرابعة، أنت ولد ولا نفعتني بشيء. يقول هذه جات في خاطر الولد هذا اللي اسمه فهد، قال: لازم أثبت لأبوي إن أنا قدها وإن أنا بنفع في مجال ثاني. يقول جاء يوم من الأيام وياخذ له سكين وياخذ له مشعاب عجرة ويطلع، يدور له عمل، يشوف له يلقى له صنعة، يلقى له شيء يبدع فيه. يقول لك وشوف يمشيها في ذا البر، يقول لك ويجيه ذاك الذيب، يقول يوم اقبل عليه ذاك الذيب ما ادري ايش يسوي. فهد جاء فجأة كذا، يقول يوم جاء بيهجم عليه الذيب، يقول يرفع المشعاب من الخوف، رفع ذا المشعاب العجرة هذه رفعها من الخوف ويضرب ذا الذيب. يوم ضربه وتوقع في راسه، يقول ضربة واحدة أدت لهلاكة الذيب هذا. وما صدق هو فهد، قال: كيف أنا ضربت، كيف أنا سويت كذا، كيف؟ من الخوف رفع يده جات الضربة اللي في راسه ومات الذيب ذا. وراح يعني يدور له، يقول شوي له شاف له بيوت شعر، يقول أحد الناس اللي في بيوت الشعر يوم شافوه جاي قلطوه وضيفوه. يقول لك وجلسوا يسولفون معه، يقول شوي لهم حول 10 أنفار، يقولوا يسولفون، يقول بينهم بين بعضهم اللي يقولون ان في الذيب هذا بهدلنا، الذيب هذا. يوم سمع الذيب قال: اي ذيب؟ قال: ايش مواصفات الذيب؟ قال: الذيب مواصفاته كذا، الذيب ذا كبير واقشر. قال: هذا انا ذبحته. قال: كيف ذبحته؟ قال: يا ابن حلال اي تذبحه، حنا كذا واحد حاول يذبحه ما قدروا عليه، اكل طلياننا واكل حلالنا وبهدلنا. قال: لا هذا انا ذبحته. قال: فكأنك اذا انت ذبحته فقال الموجودين وكل واحد منا بيعطيك ناقة اذا انت جد ذبحته. واحد منهم قال: انا بعطيك 10 نياق. صار عنده 20 ناقة، قال: امشوا. وخذهم وداهم للمحل اللي ذبح فيه الذيب. يوم اقبلوا عليه: لا هذا هو الذيب، مذبوح مضروب براسه وطايح بالارض. قال: انا اشهد انك فارس اللي ما قدرنا عليه حنا، قدرت عليه انت. واخذوه قالوا: خلنا ناخذه ونعلقه عندنا هناك، نعلقه عشان اللي طالعين واللي مارين يمرون ويشوفونه ويهدون وما يخافون ويطلعون، كل ما بغوا يطلعون يعرفون ان الذيب هذا خلاص انذبح. وعلقوه. يقول له قالوا: هذا بعد مو 20 ناقة، بنعطيه بعد 10 من الغنم. وعطوه 10 من الغنم وصار عنده حلال وعنده هبل، صار غني. يقول لك وقالوا بنزوجك وزوجوه. ويقول لك يوم من الأيام قال: أنا يمكن يغزيني أحد، يمكن أبي أخذ لي خيل أتعلم عليها. وكلم زوجته: أبي لي خيل، أبي أشتري لي خيل، أبي أبيع لي أحد هالنياق ذي وأشتري لي خيل. قالت: لا لا تبيع شيء ولا، أبوي عنده خيل بعطيك إياها. بنكلم أبوي بيعطيك إياها، بس الخيل فيها عيب واحد، إنها قشرة وما توالف مع أحد. أعطاها أبوي كذا واحد فارس يبغى يروضها، ردها عليه ما قدروا عليها. قال: ما عليك، بس هذه العيب اللي فيها جيبيها.
هو قال لها كذا عشان ما تقول انها مو فارس ولا. وراحت كلمت ابوها، قالت والله، قالها ابوها انا دي عجزت عنها ولا حد يبيها، كان بيقدر يروضها وبياخذها ياخذها، واخذها اعطت اياه. يوم اخذها قال لك، قال لها لزوجته لا تقربين عندها ولا تاكلينها، لا تاكلين الخيل، انا باكله. وخلاه يومين ما ياكله، الين ذبح الجوع ذا الخيل. يقول لك جاء يوم من الايام بعد اليومين، يقول وياخذ كف يده ويحط فيه اكل للخيل ويعطي الخيل. الخيل من الجوع، وتخبرون الخيل اذا صارت تاكل من يد احد توالفه، واكلها وشربها مويه خفيفه، واخذها وطلعها عن المنطقه اللي هم فيه علشان بيحاول يتعلم كيف يركب الخيل. ما يعرف للخيل، هم يفكرونها يعرف. طلعها برا ما شافها احد، ويحاول حاول وركب فوق الخيل. المهم والخيل يوم ركب فوقها ومعه عصا ويضرب ذا الخيل، وصار الخيل يعدي، والخيل صار يطاوع ذا الفهدة من الجوع، وصار يسر ذا الخيل يمين يسار يمين يسار. يقول لك لين الخيل من كثرة الركض صار الخيل يصب عرقه صب. يقول يوم جابه لعند محله وتشوفه زوجته، قالت هب يا فهد، وش سويت في ذا الخيل؟ عرقه يصب وصاير أسود الخيل من الركض ومن التعب. يقول تروح تقول لأبوها، يا أبوي شفت خيلك هذه اللي ما حد قدر عليها من الفرسان؟ شوف فهد يا ما أخذها ما جابها إلا عرقها يصب وغدت سادة من الركض. قال أنا أشهد أنه كفو، كفو أشهد أنه فارس. يقول لك ويجي يوم من الأيام إلا واحد من الرعاة، قال يا قال وقام يصيح، قالوا جو يا فهد حرامية وخذوا ذا الإبل اللي عندي وسرقوها وراحوا فيها. قال وين راحوا وين راحوا؟ قال في المكان الفلاني. يقول أخوي يجي ويركب على الفرس حقته هذه الخيل، الخيل مسميها برق، يركب فوق البرق هذه يقول لك وينطلق لهم. يقول هو لابس ذا الوشاح هذا، البشت هذا لابسه وهو يمشي، والبشت حقه من وراه يرفرف من ورا، وشافوه اللي سرقوا الابل، قالوا اهب ذا الفارس اللي جاي عدي علينا، شكله بيذبحنا كلنا. يقول يوم ما قبل عليهم خلوا ذا الابل ذا وهجوا وخلوا الابل. يقول رجع بالابل وهو خايف بس ما يدري ايش يسوي. قالوا له رد الابل، حاول، ويوم جاء عندهم اقبل عليهم خافوا منه وراحوا خلوا الابل، وخذ الابل وردها. يقول لك بعد وجا يوم من الايام، يقول لك وجاهم ذيب بهدلهم، جاء الراعي يصيح يصيح لفهد، قال جاء الذيب واكل ما حدها الخرفان اللي عندنا الغنم، قال هذا بهدلنا. قال وين راح؟ قال راح في المكان، يركب على البرق هذه الخيل وينطلق. يوم انطلق يقول لك يوم قرب عند الذيب وشاف محله، يقول وعنده رمح ويحذف ذا الرمح، حذفه، يقول له برامي ولا ما يعرف، يقول حذف ذا الرمح وصدفه الرمح ولا جال من ضلوعها الذيب ذا، وينسدح ذا الذيب ويذبحه. وجاء راجع يجيب لهم ذا الذيب مذبوح، وكلنا يقول له كفو، وكلنا يقول له أشهد أنك فارس. حظه يقول لك، وراح رجع لأهله وسلم على أهله وكذا، وقال لهم ترى أنا الله فتح علي وعندي ذا الغنم وعندي ذا الإبل، وعطى أبوه من الإبل اللي عنده والغنم، وانبسطوا واستغربوا هذا فعل ولدنا وهذا كذا اللي كان من أول. قال شفت يا أبوي، يعني أنا ما فلحت في النجارة، يمكن أفلح في شيء ثاني. وهذه قصتنا انتهت.